ما كنتش عارفة حاب ليها مرض بالكونسر. أيا كي راح عند الطبيب وكاع في التلمسان أيا عارفة حاب ليها مريض قال لي بلي جا عندي. واش تتوجهي برسالة للبنات اللي ما يديروش حساب لباباهم؟ قال لي بلي بوكا باغي يموت هكا لابس كلش ابيض حيت هو يبان منور هكا جوغ عليك. شغل انا ما توقعتهاش كي شغل خرج معاه الحشيه ما كيجيني في الصندوق. ما قدرتش ننسى دوكا عنده 5 سنين ما قدرتش الان ننساه. وهو كان بزاف فرحان ببنته. فرحان بزاف وحبها تكبر. معناتها انسان جا غلطه معناتها هو يقدر يدير كلش. معناتها هو انسان عريان ما كاش من هذا الهضره اللي الناس تخمم. احكي حكايتك في موسم 7 مع يوسف نكاح. سهرة الحد 9:14 الليل على شروق تيفي.